عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام. بالإضافة إلى ما له علاقة بالدين، كانت لعلي عليه السلام بصماته الواضحة والمتعددة في مجالات الحياة المختلفة، سواء في المجال السياسي أو في المجال العسكري أو في المجال الأمني أو في المجال الأدبي وغير ذلك من مجالات الحياة المختلفة. هذه البصمات لم تخص فقط البعد الإجرائي والبعد القانوني والبعد الإداري فيما له علاقة بالعناوين المختلفة، وإنما أيضاً بالبعد المعنوي والأخلاقي والأدبي. واحدة من هذه المجالات التي ترك علي عليه السلام بصماته الواضحة فيها البعد الخاص بالتنمية الاقتصادية، وسأذكر في هذا اليوم إن شاء الله مجموعة من العناوين التي تندرج تحت هذا العنوان الكبير، ولن أغطي كل العناوين فالوقت لا يسع لذلك، لكن سأركز على بعض العناوين. أول عنوان نلحظه في هذا المجال عنوان عمارة البلاد، بالمصطلح المعاصر التنمية، تنمية البلاد، التنمية في مجالاتها المختلفة. لا تستطيع أنت أن تحقق التنمية الاقتصادية إلا بأن تكون هناك تنمية في مستويات ومجالات مختلفة، مثلاً تنمية ثقافية، من دون تنمية ثقافية لن تحقق تنمية اقتصادية، من دون تنمية اجتماعية لن تحقق تنمية اقتصادية، وهكذا. فأول عنوان عمارة البلاد يعني التنمية، وهذا الأمر في كلمات علي عليه السلام وفي مواقفه لا تخص المسلمين في بلاد المسلمين، بل تشمل حتى الأقليات غير المسلمة. لاحظوا مثلاً على سبيل المثال ما جاء في تاريخ اليعقوبي، حيث يبين الإمام عليه السلام بأن من مسؤوليات، من وظائف المسؤولين في الدولة الإسلامية أن يعملوا على هذه التنمية، سواء في المناطق التي فيها المسلمون فقط أو يغلب فيها المسلمين، أو المناطق التي تسكنها الأقليات غير المسلمة. في كل هذه الأماكن من مسؤول، ما دام أنها في بلاد المسلمين، من مسؤولية القائمين على الأعمال أن يعملوا على التنمية. في تاريخ اليعقوبي مما كتبه، يعني علي عليه السلام، إلى قرضة بن كعب الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهو كان مسؤول على إحدى المناطق، إحدى الولايات، هو كان الوالي، فبالتالي الإمام يوصي يقول له: فإن رجالا من أهل الذمة من عملك، يعني من المنطقة التي أنت مسؤول عن إدارتها، ذكروا نهرا في أرضهم قد عفى والدفن. تعرفون النهر، الماء عصب الحياة، من دون الماء لا زراعة لا حياة، والناس يهجرون عادة المنطقة، وبالتالي يقول هذا نهر كان لهم، ولكن ضعف هذا النهر وقلت منابعه وبالتالي جف، وفيه لهم عمارة على المسلمين، يعني هم من حقوقهم على المسلمين الذين يحكمونهم، من حقوقهم أن يقوموا بإعمار أرضهم وأن يعينوهم في رفع هذه المشكلة التي يواجهونها. فانظر أنت وهم، اعقد جلسة معهم وناقشوا هذا الموضوع وابحثوا عن الحلول، ثم اعمر وأصلح النهر، فلعمري لأن يعمروا أحب إلينا من أن يخرجوا. عندي أنا، علي عليه السلام يقول، عندي أنا الأحب أن يبقوا في أرضنا، لا أن يهاجروا ويخرجوا من ديار المسلمين، فليبقوا عندنا. بقاؤهم يحتاج إلى أن نوفر لهم أسباب التنمية، ومنها هذا النهر، وأن يعجزوا أو يقصروا في واجب من صلاح البلاد. يعني أنا أحب إلي أن يبقوا هنا، وأن لا يعجزوا وأن لا يقصروا
في أيضا أداء واجباتهم كجزء من مكونات هذا البلد، بحيث بالنتيجة أن الزراعة اللي يقومون فيها أو الحرفة اللي يقومون فيها أو الصناعة أو الرعي أو غير ذلك مردها أيضا في صالح بلاد المسلمين. العنوان الآخر مسألة العناية بالزراعة. الزراعة طبعا بالنسبة للبشرية من مقومات الحياة، وهناك عدة عناوين هي ترتكز على الزراعة. أصلا لم يتحضر الإنسان كما تقول الدراسات العلمية، لم يتحضر الإنسان ويتمدن وينتقل من مرحلة التنقل والصيد وما إلى ذلك إلا من خلال الزراعة. لاحظوا الآن هذه الرواية في وسائل الشيعة عن علي عليه السلام: إن معايش الخلق خمسة، يعني خمس أمور بها قوام معيشة الناس. ما هي هذه الخمسة؟ الإمارة، يعني الإدارة السياسية، الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات، إلى أن يصل يشرح كل عنوان. فعندما يصل إلى العمارة يقول: وأما وجه العمارة، يعني التنمية، فقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني الله أنشأكم في الأرض، لكن يريد ماذا؟ يريد منكم أن تحققوا التنمية في هذه الأرض، لا أن تهملوها، لا أن تعيشوا على هامشها، إن أعطت أخذتم، إن لم تعطوا وضعتم يدا على يد، لا، عليكم أن تعملوا بجد وابتكار. فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق. طبعا هناك شواهد كثيرة على عناية الإمام علي عليه السلام بالزراعة بنفسه بيده المباركة، هو كان يباشر هذا الأمر سواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في المرحلة اللاحقة إلى حين استشهاده سلام الله عليه. وإلى اليوم هناك ما يعرف بصدقات علي، هي عبارة عن بساتين موجودة في الجزيرة العربية في مناطق مختلفة، هذه معروفة وموثقة ومثبتة في وثائق الأوقاف بأنها من صدقات علي عليه السلام، يعني من أيام علي هو أنشأ هذه الأوقاف الزراعية وهي بقت إلى هذا اليوم. طبعا في بعضها يعني مجرد آثار، ولكن بالنتيجة هذه الأوقاف أوقاف عمل على تأسيسها الإمام علي عليه السلام بنفسه. ابن أبي الحديد المعتزلي يتحدث عن إشكالية طرحها البعض، يقولون: انظر إلى فلان عندما توفي لم يترك درهما ولا دينارا، وإن علي عليه السلام مات وخلف عقارا كثيرا، يعنون نخلا، يعني ترك أراضي زراعية كثيرة. قيل لهم، يقول أنا أرد عليهم، أرد على هذا الإشكال: قد علم كل أحد أن علي عليه السلام استخرج عيونا، عيون الماء، بكد يده بالمدينة وينبع وسويعة، هذه أسماء مناطق في الجزيرة العربية، وأحيا بها مواتا كثيرة، يعني أراضي ميتة تحولت إلى أراضي زراعية ببركة جهد علي في إخراج الماء، ثم أخرجها عن ملكه. كيف أخرجها؟ جعلها أوقاف، هو لم يجعلها في ملكه كملك شخصي، وتصدق بها على المسلمين ولم يمت وشيء منها في ملكه، كلها خرجت. وعندما أخرجها وثقها بالكتابة وبالشهود، وقد تلوت على مسامعكم في السابق مشاهد ونماذج منها. ثم يقول: وفضلهم، أنتم تقولون اللي ما ترك دينار ودرهم أفضل من علي من هذه الناحية، يقول: وفضلهم أمير المؤمنين عليه السلام
بأنه كان يعمل بيده ويحرث الأرض ويستقي الماء ويغرس النخل، كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة. أليس في هذا قيمة عليا لعلي عليه السلام في هذا المجال؟ فإذا الإمام بالنسبة للتنمية الزراعية، الإمام والعناية بالزراعة، هذا جزء من ما يخدم التنمية الاقتصادية. العنوان الثالث الجانب الصناعي، التنمية الصناعية، أيضا الحرف والصناعات هي جزء مهم من عجلة الاقتصاد، ولعلي عليه السلام عناية بهذا الأمر عندما أرسل مالكا الأشتر إلى مصر واليا عليها، كتب له ذلك الكتاب المعروف. في ضمن هذا الكتاب يوصيه بأهل الحرف أهل الصناعات، ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، إلى أن يقول وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. يعني أنت بنفسك اذهب إلى مراكزهم، إلى مصانعهم، إلى محال حرفهم، تفقد أمورهم، شو يحتاجون، شنو ناقصهم، ما هي المشاكل التي يواجهونها، كيف يمكن لهم أن يرتقوا بحرفتهم. ولا تكتفي بالمناطق القريبة منك، مثلا قصرك أو بيتك يكون هنا، تروح شارع شارعين في أطراف البلاد، اذهب إلى المناطق البعيدة وتفقد أهل الصناعات وانظر إلى أوضاعهم وأحوالهم وارفع ما استطعت من المعوقات التي تعيق عملهم. في الكافي عن علي عليه السلام إن الله عز وجل يحب المحترف الأمين، يحب المحترف، مو بس محترف يكون أمين أيضا، المحترف الأمين. العنوان الرابع التنمية التجارية، بيّن علي عليه السلام أهمية التجارة على المستوى الفردي. يعني بالنسبة لي أنا إذا خضت عالم التجارة فحين ذاك في مردودات إيجابية بالنسبة لي. تعرضوا للتجارة، في الكافي عن علي عليه السلام تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس. هذا يغنيكم أن تقولون عطني ساعدني كذا محتاج ناقصني فلوس، يخليك في حالة غنى. أيضا في الوصية اللي ذكرتها قبل قليل، الكتاب لمالك الأشتر أوصاه بالتجار، ولكن بيّن أيضا أهمية التجارة على المستوى العام وليس على المستوى الشخصي الفردي. فإنهم يعني التجار مواد المنافع وأسباب المرافق، هم اللي بيدون المجتمع بالسلع بالاحتياجات إلى آخره، وهم الذين يجعلون حياة الناس أيسر وأسهل من خلال ما يأتون به من خلال تجارتهم، وجلابها من المباعد والمطارح، يعني الأماكن البعيدة، في برك وبحرك، يعني سواء من خلال النقل البري أو البحري، وهذا كله في إنفاق للمال ومخاطر كانوا يعيشونها في السفر وغير ذلك. وبعد أن أوصى بهم قال أعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا، شوف المال يصير عنده عزيز، واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. يعني انتبه، مثل ما مدحت لك عمل التجار يكون تنتبه إلى الناس اللي هم مستفيدين من التجار، هؤلاء قد يسيئون استغلال القوة الاقتصادية التي يملكونها فيتلاعبون في السوق، يغشون وغير ذلك. فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف حكرة، اللي يحتكر يمارس الاحتكار بعد نهيك إياه، عليك أن تنذره، إذا استمر فنكل به، يعني عاقبه، وعاقب في غير إسراف، لكن لا يكون في يعني عقوبات مسرفة في حقه، وإنما عاقبه بشكل يتأدب معه
ولا يعود الاحتكار. العنوان الخامس مراقبة الأسواق. في عدة روايات أن علي عليه السلام كان بنفسه يذهب إلى الأسواق المختلفة. تعرفون الأسواق مقسمة، في سوق السمك وسوق اللحم وسوق التمارين وهكذا. كان علي عليه السلام يمر كل قسم من هذه الأقسام وينصح بما يخص شأنها، شنو ممكن يكون في خلل في موارد بيع التمر، شنو يكون خلل في موارد بيع السمك وهكذا، ويقوم بعملية التفتيش. ثم إذا حصل هناك أي نوع من الخلل أو الإخلال أو كذا، كان يتخذ الإجراءات في صالح الناس وعامة الناس والمستفيدين من هذه التجارة. في كتاب دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة عصاية صغيرة، يضرب بها من وجد من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين. قال الأصبغ: قلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين. أصبغ بن نباتة شخصية من الأعيان كذا ومن أصحاب الإمام علي. قال: أنت ليش تطلع بنفسك؟ من تطلع بنفسك أولا تتعب نفسك، ثانيا تجيب لك الحكي. المال عديل الروح، فأنت لما تتحرش في أموالهم التجارية وغيرها بيضايقون منك وبيقطون كلمة كذا، ما يناسب شأنك، أنت أمير المؤمنين، أنت علي، أنت تاريخك كذا وكذا، اقعد بالبيت، احنا في الدولة موجودين بخدمتك، احنا نقوم بهذا الدور، واجلس في بيتك. قال: ما نصحتني يا أصبغ. هذه مو خوش نصيحة. لماذا؟ يقول علي: هذه مسؤوليتي أنا بنفسي، علي أن أقوم بهذا الأمر مهما جلب لي من مشاكل أو أذى. ويطوف في الأسواق، يقول بعد ذلك إن علي عليه السلام: ويطوف في الأسواق سوقا سوقا، ثم أتى إلى التمارين فقال: أظهروا من رديء بيعكم ما تظهرون من جيده. مو تحطون الزين فوق والأحجام الكبيرة فوق وتحطون الليتهم كلش قريب عنده اللي يبرق والأسود المسوس حاطينه تحت، لا ما يصير هذا، اظهر الجميع كحاله الحقيقي. ثم أتى السماكين فقال: لا تبيعوا إلا طيبا وإياكم وما طفى. سمك الطافي الميت تلمونه من البحر أو النهر تعرضونه للناس، ما يجوز. ثم أتى الكناسة، الكناسة سوق مثل سوق الجملة في الكوفة، سوق كبيرة مقسمة وفيها من أنواع التجارة، من نخاس وقماط وبائع إبل وصيرفي وبزاز وخياط. فنادى بأعلى صوت: يا معشر التجار، إن أسواقكم هذه تحضرها الأيمان. الكل يحلف، البائع يحلف والله هذا طالع علي كذا، والمشتري يحلف يقول والله ما عندي. فقسم باسم الله عز وجل العظيم: عندما يكثر يبتذل، يعني بمعنى أن الناس بعد يستسهلون أن يقسمون حتى كذبا، حتى على أتفه الأمور البسيطة ما تبقى قيمة للقسم. فعلي عليه السلام يقول: إن أسواقكم هذه تحضرها الأيمان، فشوبوا أيمانكم، في رواية بالصدقة وفي رواية بالصدق، ويبدو أن بالصدق هي الأصح، يعني لا تقسم إلا تكون صادقا، وكفوا عن الحلف، يعني بعد إذا تقدر أنك ما تحلف لا تحلف، ما تسوى الأمور هذه أنك تجيب اسم الله عليها. فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا. عنوان السادس والأخير عنوان الضرائب. كل الدول تقريبا من قديم الزمان إلى اليوم تعتمد الضرائب. الزكاة مثلا نوع من الضريبة، وإن كان ضريبة شرعية. خمس نفس الشيء، ضريبة شرعية. وهناك ضرائب أيضا تفرض على أصحاب تجارات صناعات وغيرها، أصحاب الأراضي مثلا على سبيل المثال الزراعية يسمونها الخراج، هذه ضرائب تغذي الدولة والدولة تقوم بجمعها وتوزعها على الناس، يعني هي ليست لمصلحة أفراد أو كذا، لصالح الناس. لكن المشكلة أن دائما جباية الضرائب تكون مرافقة لألم نفسي مزدوج،
اولا مثل ما قلت قبل شوي، المال عديل الروح، فلما تاخذ من واحد شيء كانك اخذت قطعه من روحه، هذا الم. الالم الثاني العنف والقسوه التي كانت تمارس عاده في عمليه جمع الضرائب. فعلي عليه السلام يوصي جامعي الزكاه، جباة الضرائب وغيرهم، يقول لهم عاملوا الناس بطريقه بحيث ان تخففون عنهم هذا الالم، مو تعيشون هذا الالم. الكتاب رقم 25 من قسم الكتب في نهج البلاغة، هناك أكثر من 15 وصية من علي عليه السلام لجباة الزكاة عندما يدخلون إلى الناس ليأخذوا منهم زكاة الأنعام. أكثر من 15 وصية، شلون تراعون مشاعر الناس في هذا الأمر؟ وهذه وصية القرآن الكريم، وصلي عليهم. الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله لما تأخذ منهم الصدقات الزكاة صلي عليهم، ادعي لهم خلي يرتاحون شوية نفسيا. وبحسه المرهف وأخلاقه الرفيعة وأدبه الجم نجد عليا عليه السلام يقوم بمثل هذه الوصايا. في الكافي عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا. بانقيا جزء من النجف الحالية، مدينة النجف جزء منها منطقة قديمة اسمها بانقية، وسواد من سواد الكوفة، أطراف مناطق الزراعية. فقال لي والناس حضور: انظر خراجك، ضريبة الأرض الزراعية، فجد فيه في ناس موجودين. فيوصي جابي الخراج يقول له خليك جاد في هذا الأمر، هذا حق يجب أن يستخرج من هؤلاء، فجد فيه ولا تترك منه درهما. لغة تشديد واضحة، أن خلك جاد وحساباتك دقيقة. فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، يوم تبي تروح تنفذ تعال لي، بس بيني وبينك عندي بقول لك شغلة خاصة. شي بيقول للإمام كما في الرواية؟ قال: فأتيته فقال لي، الإمام يقول له: إن الذي سمعت مني خدعة. أنا يوم قلت لك شدد هذه خدعة، خدعة لمن؟ لأولئك الذين يبحثون عن كل طريقة من أجل أن لا يسدد الضريبة وهو قادر ومستطيع، فيسوون تحايل في الضرائب. فالإمام يقول لهم شنو؟ ترى احنا شديدين في هذا. إياك ولكن لما تشوف الناس المستضعفين، اللي هالسنة مثلا مزروعة ضرب، محصولة ضرب، اللي هالسنة عليه ديون كثيرة كذا، اتركهم هذيل وحالهم، لا تأخذ منهم، اعفيهم من الضريبة، بس لا تشجع ذيلاك القردن كلفتية، لا تشجعهم على أن يتهربون من الضريبة. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، حتى مو المسلم، حتى اليهودي والمسيح. انتبه، لا يكون تستعمل العنف من أجل أن تقتطع منه هذه الضريبة، أو تبيع دابة عمل في درهم، أنت طالبة بالضريبة، يقول ما عندي، يقول بيع هذه الدابة، عندك هذا الحمار أجلكم الله بيعه وسدد. لا، يقول أبدا لا تسوي كذي، هو محتاج لهذه. فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، يعني بالتسامح بالطيبة، ما يكون فيها قسوة وفيها يعني إيذاء للطرف الآخر. أكتفي بهذا القدر، وأطلت عليكم في العناوين الخاصة بإجراءات علي عليه السلام وبصماته فيما له علاقة بالتنمية الاقتصادية. لقد كانت لعلي عليه السلام بصماته الخاصة في المجال الاقتصادي، بصمات لا تخص البعد الإجرائي والإداري والقانوني فحسب، بل البعد المعنوي والأخلاقي والأدبي أيضا. وقد شملت مفردات عديدة في هذا المجال، من بينها الاعتناء الكبير بالزراعة وبالتنمية الصناعية والتجارية، ثم مراقبة الأسواق وأخلاقيات وآداب جمع الضرائب وغيرها، مما تشهد لها نصوص عديدة مبثوثة في قسم الخطب والكتب من نهج البلاغة، وفي مصادر أخرى متنوعة من كتب الحديث والتاريخ. ولا يسع من يطلع عليها إلا أن يزداد إعجاباً على إعجاب،
بالشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي عليه السلام.